هل أبدو أنيقة هكذا؟ هل تظهرني بدينة قليلا؟ هذه هي المشكلة، لا أريد أن أبدو بدينة. حفلة تبادل الملابس كهذه في مدينة إيرفورت أصبحت موجودة في كل ألمانيا، وفيها يجلب كل شخص الملابس التي لم تعد تناسبه ليعرضها على الموجودين، وكل يأخذ ما يريد منها دون مقابل مادي. الممثلة أنيتا زايبت موجودة هنا مع صديقاتها وابنتها. أسعى لجلب أكبر عدد من الملابس لكي يتخلص من الأشياء التي لا أحتاجها. إلا أن ابنتها كلارا تريد أخذ ملابس كثيرة. هل وجدت ما يعجبك؟ نعم، أشياء كثيرة، كهذه السترة والشال وسترة أخرى وبولوفر أيضا. تنظم إيفلين بيابخ حفلات تبادل الملابس في استوديو اليوغا الذي تملكه، وتسعى من خلال ذلك للتصدي لثقافة التبذير والاستهلاك. فعالية جميلة في حد ذاتها، فالناس يعثرون على ملابس تروق لهم. ما نقوم به هو تسوق دون إنفاق الأموال. تسوق دون إنفاق للمال وتبادل للملابس بدلاً من شرائها. تزداد أعداد المشتركين بمثل هذه الحفلات باستمرار، وربع الألمان يشترك بعروض لتقاسم البضائع كالسيارات وسندات البورصة في الإنترنت. هؤلاء المبرمجون في هامبورغ يحاولون الاستفادة مادياً من هذه الصيحة الجديدة. فيليب كلوكلا أسس شركة واي أونت التي تتيح للناس استعارة أو تبادل الأشياء فيما بينهم، أشياء كالمثقاب وأسطوانات الفيديو، وكل ذلك مجاناً. الفكرة الأصلية بدأت قبل عام تقريباً، عندما فكرت بأنه سيكون من الطريف معرفة ما الذي لدى الأصدقاء لتبادله أو الحصول عليه. قررت الترشيد في مشترياتي والالتقاء بأصدقائي أكثر لتبادل الأشياء، فالبضائع تكون في أكثر الأحيان مجرد ذريعة للالتقاء والتواصل. وهل قلت مشترياتك؟ أشتري المواد الغذائية فقط، لكنهم ما زالوا غير قادرين على كسب المال عن طريق موقعهم التجاري، فالمهندس الاقتصادي يمول شركته بواسطة 6 مستثمرين، ويهدف إلى إحداث ثورة في قطاع بيع التجزئة. لا حاجة لشراء كل الأشياء التي نرغب فيها، فعندما نريد مشاهدة فيلم سينمائي ما، يمكننا استعارته لأننا لن نشاهده ربما سوى مرة واحدة فقط. لدى جلوكلا حالياً 10,000 مستخدم في موقع الإنترنت، أما حلمه فهو الوصول إلى أحداث تغيير واسع في ثقافة الشراء، لكنه يرغب أيضاً بكسب المال من خلال الدعاية. عودة إلى إيرفورت، فعند نهاية الحفلة يشعر كثيرون بالسعادة الغامرة بسبب اللقاءات مع الأصدقاء والحصول على الملابس مجاناً. فهل يعني ذلك أنهم لم يعودوا يشترون ملابس جديدة؟ أشتري ملابس جديدة بالطبع، ولكن يمكنني هنا الملائمة بين ملابس متنوعة، فعندما يذهب المرء لشراء الملابس يعرف ما الذي يريده بالضبط، ولكن هنا يمكن العثور على أشياء غير متوقعة، وهذا ما يحفز على الإبداع في الملائمة بين الملابس. شغف تبادل الملابس الذي يعقد هنا في إيرفورت يبدو أنه بدأ ينتشر بسرعة.